نحسوا براسنا عيانين، ما كنعسوش مزيان، يا اما بسبب الروتين او مشاكل كتكون عندنا في العمل ولا في الدار. كيأثر هذا الارهاق، كيأثر لنا سلبيا على التغذيه ديالنا، يعني يا اما كنبداو ناكلوا بشكل كبير، سورتو السكريات والدهنيات اللي كيزيدوا في الوزن ديالنا. علاش؟ لانهم كيفرزوا لنا واحد الماده اللي هي الاندورفين، كتحسسنا بالانتعاش وبالراحه. ولا ما كنبقاوش ناكلو نهائيا، كنقصوا من الماكله ديالنا، وهذا الشيء كيؤدي لنقص في الوزن ديالنا اللي كيمكن يوصل حتى لانوريكسي مونتال. من بين الوسائل لتفادي هذا الارهاق كاينه التغذيه اللي خصها تكون متوازنه. هذه التغذيه المتوازنه خصها كتكون فيها بروتينات اللي كتكون غنيه بواحد لي زاسيد اميني اللي هما مهمين، بحال لا تريبتوفان و تيروزين. يا اما كتكون حيوانيه بحال الحوت بحال البيض بحال الدجاج، او نباتيه بحال الحبوب بحال القطاني. خصها تكون هذه التغذيه غنيه بالاوميغا، بالدهنيات، الدهنيات اللي هي على شكل اوميغا 3 اللي كتكون في الحوت اللي هو دسيم، بحال السومون بحال الماكرو بحال السرديل. ولا كتكون في الزيوت بحال زيت العود، زيت الكلزة ولا زيت الجوز، اللي خصنا ناخذوا جوج ثلاثة د المعالق كبار في النهار. خصها التغذية تكون فيها لا فيتامين بي. لا فيتامين بي كتكون سورتو في الخضر اللي الاوراق ديالها خضراء، بحال البروكولي بحال لي زيبينا. كتكون في الفواكه الجافة بحال اللوز بحال القرقاع، وكتكون في فواكه البحر هو بحال لي كروفيت اكسيتيرا. من غير لا فيتامين بي خص التغذيه ديالنا تكون غنيه بالمغنيسيوم. هذا المغنيسيوم كيكون في الخضر، في الفواكه، في الشوكولا، في الفواكه الجافه ايضا. من غير التغذيه باش نقصوا من هذا الارهاق خصنا نقصوا من لي زيكسيتون بحال القهوه واتاي، يعني ناخذوهم مره في النهار فهذا كافي. خصنا نبداو نديرو الرياضه بشكل منتظم، يعني واحد 30 حتى 45 دقيقه في النهار، يا اما غير نمشيو على الاقل ونطلعو ونهبطو في الدروج، داكشي اللي يمكننا نديروه كل نهار. وخصنا نعسو في السوايع الكافيين، بحال دابا سبعه، خصنا سبعه حتى 8 سوايع في النهار ديال النوم، ونتفاداو باش نبقاو نشوفو لا تيلي لو سوار ولا نبقاو في التليفون ديالنا الوقت كبير. بالنسبه للمكملات الغذائيه وكومبليمون اليمونتير، انا كنفضل باش تكون التغذيه متوازنه، الا كانت هذه التغذيه ما وفقتناش باش نجيبوا هذوك لي فيتامين ولي زاسيد اميني والاوميغا 3 اللي هما كافيين، يمكن داك الساعه ناخذوا هاد لي كومبليمون اليمونتير على شكل فانيد ولا اباري ديال الشرب. غير هو ما خصش تكون المده ديالهم طويله بزاف، ما ناخذوهمش لمده طويله.